والنادي الأهلي مع الكبار دائما، وأعتقد مشاركات الأهلي العالمية الكبيرة دائما أو غالبا ما بتثير جدل. كابتن خالد الغندور في برنامجه على فضائية دريم يمكن كان له رأي في مباراة الأهلي مع بايرن ميونخ، نشوف رأي خالد الغندور قال إيه وبعدها هنسأل المهندس عدلي القيعي. وافق اتحاد الكرة على سفر الأهلي اللعب وديا مع بايرن ميونخ الألماني في قطر. هنا السؤال انا بطرحه على الكابتن هادي خشب برضه، اصل انا ما بنساش حد، انا في شويه فيها حته لقم فيها شويه. كابتن، اما كان قيل ان الاهلي والزمالك هيلعبوا في قطر، فكابتن هادي خشب طلع قال احنا رفضنا الماتش ده لان احنا مش عايزين يكون في مفهوم غلط لمصر والامن والامان وان احنا لازم نلعب في مصر. طب دلوقتي ما كابتن هادي النادي الاهلي هيروح يلعب مع بايرن ميونخ في قطر، طب ما وكان في ناس بتتكلم طب ما نلعب في مصر، طب ايه الفرق يعني؟ مجرد سؤال كابتن هادي خشب. ده مجرد سؤال من كابتن خالد الغندور لكابتن هادي خشب، طبعا بوصفه اسمح لي اجاوب انا المدير التنفيذي للجنه الكره في الاهلي. وخالد زي ما قال انه عنده شويه لقم شويه يا باشمهندس. لا هو قال انا عندي شويه لقم صغيرين، معلش هو بخف الدم. كابتن خالد طبعا راجل دمه خفيف طبعا، انا عايز اقول له لا هو كتير مش شويه، انما يعني سؤاله للكابتن سيد ما فيهوش هادي، ما فيهوش تناقض كبير، لان لما اكون فريقين مصريين لا يليق ان انا اروح العب خارج حدود الوطن، لان ليها دلاله مش كويسه. لكن انا بتلقى دعوه ان العب في قطر مع السد، هروح العب مع بايرن ميونخ، هروح العب لصالح ملف قطر هناك مناسبة ودعوة هاخد عليها مبلغ محدد نتيجة ان في شركة عايزة العب مع طرف اجنبي خارج حدود الوطن، هروح العب. لكن اما يتقال اهلي وزمالك ما يلعبوا في مصر، ايه المشكلة؟ لو رحنا لعبنا بره هتفسر وتقال ارتباطها بالحالة الامنية، وده اعترف مننا ان احنا ولذلك ما كانش مقبول ابدا ان الاهلي يعني يلعب مع الزمالك. مش اكتر من كده يا كابتن خالد، يعني مش ما فيش تناقض ولا حاجه. الاهلي والزمالك لما يكون مباراه في الدوري الادعى والطبيعي وغير المقبول انها تخرج بره يعني مصر. احنا فضلنا طبعا اذا كان النيه دي موجوده لما نستنى، حتى لو الشركه شايفه ان الظروف مش مواتيه عشان الانتخابات وكده، ننتظر بعد الانتخابات ونشوف المناسبه اللي هنلعب فيها احنا الاثنين مع بعض ايه، وايه العائد الفني والمادي والمعنوي والمادي وكل حاجه. وبعدين فكره انك تلعب انت والزمالك خارج حدود الوطن في التوقيت ده ليه؟ هي مواجهات الاهلي والزمالك دي مش مواجهات يعني كده، ده كلاسيكو مصري. صحيح. يعني عشان يتلعب لازم ودي لازم يتلعب في مصر ولا ولازم يتلعب. لا ممكن العبه بقى لصالح مش عارف ايه، هدف تاني، هدف خيري عالمي دولي في مكان ما، بس لازم يكون سبب قومي مش سبب تجاري فقط. يعني هو كان في اكثر من اعتبار، لا التوقيت مناسب ولا الفكرة ان العب خارج، ولا في هدف كبير في الموضوع يخلي اهلي وزمالك يلتقي عمال على بطال. ومنتخب مصر نفسه يعني لعب مع كوت ديفوار ولعب مع جنوب افريقيا مره في باريس ومره في لندن، ولعب اعتقد كمان مؤخرا مع البرازيل في الدوحه. يعني الزمالك لو جاله عرض انه يروح يلعب في الدوحه مع اي فريق هيروح، ليه لا؟ مفيش تناقض ومفيش لقمه ولا حاجه يا كابتن خالد.